Hello and welcome to the 11 o'clock news from Bahrain International with me, Keith Johnston. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa today patronised the Commemoration Day ceremony, which took place at Sikir Palace in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Upon his arrival, His Majesty was received by the Bahrain Defence Force Commander-in-Chief, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, the Commander of the National Guard, Lieutenant General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, and the Minister of Interior, Lieutenant General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa. Following the recitation of verses from the Holy Quran, في هذه اللحظات مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يصل الموكب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ترافقه كوكبة من الخيال، إلى موقع الاحتفال في قصر الصخير العامر. سلام لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم Following the recitation of verses from the Holy Quran, a shot was fired, marking a minute of silence. وستنتهي دقيقة الصمت مع الطلقة الأخرى ليتبعها عزف لحن الرجوع الأخير Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد. Then the head of the Sharia, the Court of Cassation, Sheikh Adnan Al-Ghattan, delivered a speech and a prayer for the martyrs, which he followed up with a recitation of verses from the Quran. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وأيده، الذي خصص هذا اليوم 17 من شهر ديسمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن، فتحية إجلال وإكرام ملؤها المحبة والافتخار لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن دينهم وأوطانهم وذودا عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم. وفي هذه المناسبة الجليلة نرفع أكف الضراعة والأيدي إلى المولى العلي القدير ونقول داعين: اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات، نسألك اللهم بأن تتقبل شهداءنا الأبرار، اللهم أدخلهم الجنة مع عبادك المقربين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وأسكنهم الجنة بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واجمع بينهم وبين أهلهم وأولادهم ومحبيهم في جنات النعيم، اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء، اللهم آمنا في وطننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم بارك له في أهله وأولاده وذريته، اللهم وفق لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف، اللهم اجعله سبباً لحقن الدماء واجتماع القلوب، اللهم اجعله إماماً للتسامح والتعايش والتآخي والتحاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وبلادنا البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وجيشنا ورجال أمننا بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أدر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انصرنا على من عادانا وبغى علينا يا سميع الدعاء، اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون الآن عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم، اللهم أعدهم إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. And then a number of fighter jets belonging to the Royal Bahraini Air Force performed a flyby as a tribute to the martyrs. Wajib. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوجه إلى موقع الصرح لسقي فسيلة النخلة. السلام عليكم. أتفقد حرس شرف سيد. Marking the occasion, His Majesty the King delivered a statement in which he expressed pleasure in celebrating the third anniversary of Commemoration Day, which is a national occasion that honours the Kingdom martyrs, those faithful and courageous men of Bahrain who sacrificed their lives for their country and the nation by responding to the call of duty. His Majesty went on to say that the 17th of December of every year is an occasion that will always be remembered in Bahrain's national march and will represent a source of pride in the sons of Bahrain who sacrificed their lives defending righteousness and the security and sovereignty of the country. His Majesty expressed the Kingdom's pride in all martyrs and their families for the sacrifices in order for Bahrain's flag to remain high among the countries of the world. His Majesty also expressed thanks and appreciation for the national stances which citizens have demonstrated in recognition of the martyrs, which reflects their unity and determination to respond to the call of duty to defend the country without hesitation. His Majesty prayed to Allah Almighty to rest the souls of the martyrs in eternal peace. Thank you.
His Royal Highness the Crown Prince then headed to the National Charter Monument, where he welcomed senior officers on the occasion of Commemoration Day. During the meeting, His Royal Highness affirmed that His Majesty the King's honouring of the martyrs of duty and their families, which coincides with the National Day, remains a reminder of their sincere patriotism and the sacrificing of their lives for their duty. His Royal Highness prayed to Allah Almighty to rest the souls of the martyrs in peace. For their part, the senior officials congratulated the wise leadership and the people of Bahrain on the occasion of the National Day, hailing the generous gesture of His Majesty the King to mark Commemoration Day, praying to Allah Almighty to maintain Bahrain's stability and security under its wise leadership. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa today paid homage to the martyrs whose names and sacrifices will remain in our hearts and in Bahrain's history. Families of the martyrs were touched by His Majesty's remembrance and recognition of their loved ones. My brother, he was my elder brother, Shahid Majid Asghar Ali. He was the eldest son of our family. It was a really deep grief to lose him from our family. He was very close to me. He was like my best friend for me. But looking now, all this respect, he has a great place in Jannah, right? So he has rest in peace. Looking all this respect, the Malik, the kingdom of Bahrain has given to us is really a privilege for us. And we are really very thankful for this. And we really appreciate their kindness. It's really nice, and I'm really, really thankful to the Kingdom of Bahrain, and the excellencies they called us here. And this is very honor for us.
Like even our brother, he was working here. He gave his life for this country. But the another side, they are still remembering all of the families, and they are calling us. And this is not the first time, the third time we are invited here, because it's been 3 years to my brother. And I'm really very thankful to the government of Bahrain and all of the excellencies that they still remember the all of the martyred families, or especially who got injured or martyred, whoever. And they are calling us, and they're providing all the facilities, whatever is their requirement, and meet with their needs. King Hamad also paid tribute to the brave Bahraini heroes who are fulfilling their humanitarian and national duties to the fullest and their families. Commemoration Day is an opportunity to highlight the achievements of Bahrainis who set the best examples of dedication and bravery in serving and defending the nation. Every year, His Majesty the King will celebrate this date, which memorizes all our sons and the armed forces for their sacrifice for this country. We swear, the day when we enter the armed forces, that we protect this land, our country, our faith, our Islam. Thank you, King Hamad, and everything you do. I love King Hamad, and thank you for doing for anything for Bahrain. Today it's a very important day for Bahrain, and thanks for the King Hamad. It was a truly beautiful and emotional day here as we remember those who made the ultimate sacrifice for the Kingdom of Bahrain and its people. Reporting for Bahrain International, I'm Shoghi Mohammed. Malaysian Prime Minister Dato Mohamed Najib Abdul Razak left Bahrain yesterday following an official visit during which he met His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. The Malaysian Premier attended the ceremony, which was held to celebrate the National Day of the 18th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. He also visited the Economic Development Board, the EDB, and other sites in the Kingdom of Bahrain. He was bidden farewell at Bahrain International Airport by the head of the Mission of Honour Transport and Telecommunications Minister, Kamal bin Ahmed Mohamed, and other officials. Under the patronage of the Royal Guard Commander, His Highness Brigadier General Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the Commemoration Day ceremony was held today at the Royal Guard of Bahrain Defence Force in the presence of the Royal Guard Special Force Commander, His Highness Major Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa. Following a recitation of verses from the Holy Quran, a shot was fired, marking a minute of silence.
دقيقة صمت على أرواح الشهداء. Following a recitation of verses from the Holy Quran, a shot was fired, marking a minute of silence. Then the band played The Last Post. The religious leader delivered the martyr's prayer. نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك اللهم ولا نكفرك ونترك ونكفر من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم ارحم شهداءنا الأبرار اللهم ارحم شهداءنا الأبرار اللهم ارحم شهداءنا الأبرار اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم ارفع درجاتهم في عليين يا رب العالمين اللهم اجعل الأمن في ربوعنا والسلامة من حظنا واحفظ يا مولانا مليكنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. The Royal Guard commander then watered a palm tree symbolizing eternal life. إخواني ضباط ضباط صف من تحسبي قوة دفاع البحرين. Then His Highness Brigadier General Sheikh Nasser delivered the following speech. يطيب لنا اليوم في هذا اليوم المشرف العظيم بيوم الشهيد نستذكر فيه أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لأجل ما ترونه اليوم. ما نراه اليوم هو الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة تحت ظل القيادة الرشيدة بسواعد رجالها الأبطال. فاليوم يا رجال يوم نعتز فيه ونفتخر فيه متمنين أن نكون نحن هؤلاء الأبطال الذين يضحون بروحهم فداء لهذا الوطن. نستذكر أبطالنا معنا في ساحات المعارك وكأنهم متواجدين اليوم معنا. منهم من شهدناهم يقاتلون معنا في صفوفنا لأجل الدين والحق، ومنهم من خلد ذكرهم في معارك مملكة البحرين السابقة، معارك مملكة البحرين التي أدت إلى البحرين اليوم، إلى البحرين المزدهرة المتقدمة. ففي طبيعة الحال يا أخوان الوطن والدولة العظيمة تنمو بقيادتها الرشيدة وبسواعد أبطالها. هناك من يضحي بروحه ويدافع عن دينه وحقه داخل وخارج المملكة لأجل الآخرين، لأجل أن ينعم الآخرين، لأجل أن تعيش الأهالي بسلام ورغد. الله يبشرنا إن شاء الله بالانتصار القريب، والله يبشركم إن شاء الله بالفوز، ويبشركم إن شاء الله برؤية جنودنا المرابطين
الله ينصركم ويثبت أقدامكم في ساحات المعارك بإذن الله. وفي هذه المناسبة يا إخوان قررنا أن ندشن مشروع مزرعة الشهيد بالحرس الملكي، وهذه المزرعة ذرة من الشكر والامتنان والعرفان لصبر الأهالي وبفداء هؤلاء الشهداء. فهذه المزرعة يا إخوان راح بإذن الله توفر كل احتياجات أسر الشهداء على مدار السنة. فنتمنى من أسر الشهداء قوة الدفاع أن يتقبلوا منا هذا الإهداء البسيط جدا، وشكرا. The Royal Guard Commander inaugurated the Martyrs Farm project in the presence of the Martyrs families.